السلام عليكم. نبدا الشابتر الثاني من الكرونيك من الانفلاميشن وهو الكرونيك انفلاميشن. طبعا زي ما قلنا في الاكيوت الكي وورد هو الرابيد، اما هنا في الكرونيك الكي وورد هو البرولونجد يعني المطوله، فهي برولونجد ريسبونس اوف ليفينج تيشو تو انجري، يا اما اسابيع يا اما شهور. In which inflammation and repair coexist in variable combination، يعني يمكن يصير inflammation يطول ولا الانفلاميشن يقعد فترة بعدين يصير ريبير بعدين انفلاميشن ريبير وإلى آخره. تمام. ف causes it develops in two ways، يعني متى يصير؟ زي ما إذا تتذكروا في الشابتر اللي قبله قلنا إنه يا إما يتحول من acute لchronic، هذا السبب الأول إنه يصير عندي chronic inflammation، والسبب الثاني إنه هو أصلا يبدأ chronic. متى يبدأ chronic؟ إذا كان عندي infection resistant يعني الانفكشن مطول زي التي بي اللي هو المايكو بكتيريا، أو prolonged exposure يعني يكون أكون مثلا شغال في شركة والشركة في مصنع والمصنع هذا يكون فيه لوسيلسا أو أسبيسوتس، فيكون عندي exposure to toxic substance، دائما أكون أنا معرض لهذه المواد السامة. طبعا في الأكيوت قلنا ثلاث حاجات لازم نعرفها، انه نشوف congested blood vessels، وثاني حاجة أديمة، وثالث حاجة infiltration of neutrophil. تمام. هنا ايش نشوف؟ infiltration with chronic inflammatory cells، مو acute inflammatory cells اللي هو النيوتروفيل، لا كله chronic زي الليمفوسايت والماكروفاج والبلازما سيل. وهنا thick walled blood vessels يعني تكون البلود فيسلز الوال حقها ثيك. تمام. فنسميه هذا اند ارتيريتس اوبليترانس. تمام. واخر حاجه التيشو ريبير اللي هو عاده نشوف بعد الكرونيك انفلاميشن نشوف فايبروسيس هو التيشو ريبير. طبعا ديفرنس بين اكيوت وكرونيك، نشوف الاكيوت سادين قلنا، وهذا جرانول ياخذ اكثر من يوم، هذا مدته قصيره هذا مدته طويله. هنا في الميكروسكوب ايش نشوف؟ قلنا نشوف thin walled يا جماعه في الاكيوت، thin walled congested capillaries هذا واحد، بس في الكرونيك نشوف thick walled blood vessels ونسميها arteritis obliterans. طيب ثاني حاجه نشوف infiltration of acute inflammatory cells اللي هو النيوتروفيل، وهنا نشوف infiltration of chronic inflammatory cells اللي هو عادة الليمفوسايت وماكروفاج وبلازما سيلز. وفي الفلويد اكسوديت اللي هو في الأديمة، هنا يبان أديمة وهنا يكون scanty exudate. يعني ايش scanty exudate؟ لانه عندي انا thick wall blood vessels يعني ما يمديني اطلع فلويد برا السل، يعني ما راح يكون عندي أديمة عادة في الكرونيك انفلاميشن، لانه اصلا البلود فيسلز ثقيله فما تقدر اصلا تطلع لي اديما. فواخر مرحله في الكرونيك ما في فايبروسيس ابسنت لانه مدته قصيره ويتعافى بسرعه عاده، بس في الكرونيك تقدر تشوف فايبروسيس. طيب السيستميك رياكشن، دائما في الاكيوت دائما اي شيء اكيوت معظم الاشياء اللي تكون اكيوت لما يكون اكيوت السيستميك رياكشن راح تشوف حراره عاليه راح تشوف الاعراض عاليه، بس في الكرونيك راح يكون مايلد، راح يكون لانه خلاص الجسم يكون اتعود، فتلاقي الفيفر اخف الاعراض الباقيه اخف من انه لما يكون اكيوت، بس اكيد يضر الجسم اكثر يعني. طيب types of chronic inflammation، عندي chronic specific وعندي chronic non-specific، زي هناك كان superative و non-superative. طيب chronic specific يعني عنده خصائصيات لها لهذا المرض، يعني يمديني لو شفته أقول أوكي هذا النوع من المرض هذا chronic، فهو يكون granulomatous inflammation، يكون فيه له إيش؟ يكون فيه له granules. تمام. اما الكرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن يكون نو كاركترست، يعني لما طالع في الميكروسكوب ما في حاجه مميزه تقول لي انه هو هذا الانفكشن. تمام. فالكرونيك سبيسيفيك جرانيولز لازم. فنبدا في الجرانيولوميتس انفلاميشن اللي هو كرونيك سبيسيفيك، فهو كرونيك سبيسيفيك
هو cellular attempt to contain an offending agent that is difficult to eradicate. It's characterized by collection of target number of cells, macrophage, والlymphocyte وplasma cells وgiant forming tumor like mass. يعني لا يصير عندي granulomatous inflammation في الكرونيك عشان يقدر يحاصر الانفكشن اللي ما احنا قادرين نتخلص منه. فخلاص اذا ما احنا قادرين نتخلص منه نحاصره، تمام؟ ف الانفكشن يعني لما يكون في الايتولوجي، يعني ايش الكوز حق الجرانيولوميتس انفكشن انفلاميشن، اول حاجه اما يكون حاجه انفكتيف هو اللي سبب لي هي، ولا حاجه نون انفكتيف ولا انون كيس كوز. فنيجي الانفكتيف، اول حاجه بكتيريال، يمكن يكون تي بي، يمكن يكون لي ليبروسي، يمكن يكون سيفلس، وبعدين عندي الباراسايت اللي هو يمكن يكون البلهيريزيز معلش، ويمكن يكون الفنجل، يمكن يكون بلاستومايوسيز وهيستوبلازمايوسيز، يمكن يكون هذول الاثنين. نون انفكتيف يعني مو من انفكشن، زي ما قلنا يا اما انفكشن بريزنت انفكشن يا اما اكسبوجر صح لتوكسيك. فعندي اول حاجه يا اما اكسبوجر لسيليا في المصانع او السيليا اللي هي لما تشتروا شيء مو يكون في زي الكيس صغير يكون فيه له حاجات مدوره، فهذا هو سيليا، او اكسبوجر للبريلوسز اللي هو يكون تسمم من المصانع، واخر حاجه ساركودوسيس. هذا الساركودوسيس انون كيس، يعني ما نعرف ايش من وين جانا الساركودوسيس هذا، فسمينا ايش سمينا ايديو باثيك انفكشن، يعني ما نعرف الساركودوسيس.